موجز الأنباء من النبأ. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أكد رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج ضرورة إجراء استفتاء على الدستور حتى تستكمل العملية الديمقراطية في البلاد. وقال السراج خلال لقائه مع عدد من مسؤولي المنظمات الأمريكية غير الحكومية المختصة في مجال الانتخابات بواشنطن إن المجلس بدأ تنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات استعدادا للاستحقاقات القادمة. وأضاف السراج أن التحضير للانتخابات يتطلب توفر شروط فنية، وقد يستوجب ذلك الاستعانة بخبرات دولية. كشف وزير الخارجية التونسي خميس جهناوي أن بلاده ستستضيف في 17 من ديسمبر الجاري اجتماعا ثلاثيا بشأن ليبيا يضم تونس ومصر والجزائر. وقال جهناوي في مقابلة صحفية الاثنين إن الاجتماع سيبحث آخر مستجدات الوضع الليبي وجهود التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في إطار المبادرة الثلاثية التي تضم دول الجوار الثلاثة. دعا وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إلى ضرورة إجراء إصلاحات تعيد الثقة في النظام المصرفي والمالي الليبي لتوفير احتياجات المواطنين. وأعرب منوتشين خلال لقاء جمعه برئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج الاثنين في واشنطن عن عزم بلاده تقديم المساعدة بخبرتها والاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي اجتازت أزمات مماثلة. واتفق الطرفان على استمرار التشاور بشأن حل الأزمة الاقتصادية في ليبيا. تعتزم وزارة الخارجية الإيطالية تقديم حزمة من المساعدات لليبيا لدعم برامج ومشاريع في طرابلس ومصراتة. وتشمل المساعدات إقامة مستشفى ميداني في مصراتة وبرجي مراقبة في مطار معيتيغا. وستخصص روما مبلغا يقدر بخمسة ملايين ومائتي ألف يورو لبرامج التنمية في مصراتة وطرابلس، إضافة إلى 12 مليونا ومائتي ألف كمساهمة ضمن المساعدات الأوروبية لمشاريع إدارة ومراقبة الحدود. نهاية الموجز مشاهدينا، إلى اللقاء.